يا هلا ومرحبا فيكم في مسابقة الجامعة الأهلية الرمضانية ميلسنا. سؤالنا اليوم يبي له شوية تفكير. السؤال يقول: البحرين أول دولة خليجية انطلقت فيها قناة تلفزيونية، في أي عام انطلقت هذه القناة؟ هل في عام 1971 أو في عام 1973 أو في عام 1975؟ إذا تبون تجاوبون نزلوا تحت البوست، في رابط دشوه وفالكم الفوز.